عنتر وعبلة هي أول أوبرا باللغة العربية انعرضت بتموز 2016 على مسرح كازينو لبنان، وهو أول عمل أوبرالي كل فريق العمل فيه هن طبعاً لبنانيين دارسين غناء أوبرالي باللغة العربية بالكونسرفاتوار الوطني اللبناني. بالكونسرفاتوار عنا في معهد بيعلم الغناء الأوبرالي من أكثر من 10 سنوات، فكل هالطلاب اللي عم بيتخرجوا ما عم بيلاقوا محل يعرضوا مواهبهم وخبراتهم. فمن حوالي 3-4 سنين بلش المايسترو مارون الراعي يشتغل على أنه ينتج أوبرا كاملة متكاملة، يعني منشوف فيها أوركسترا فيلارمونية عم تعزف لايف، أوركسترا كانت من 40 شخص تقريبا، منشوف فيها كورال عم بغني غناء أوبرالي باللغة العربية، في طبعا كمان سولويست، في دانسرز، في راقصين، يعني عمل أوبرالي كامل متكامل. أوبرا لبنان أنتجت هالعمل عنتر وعبلة بال2016 مثل ما سبق وذكرت، وهلأ نحن عم نحضر لعروض خارج لبنان، فمثل ما عم بتشوفوا هلأ كل فريق العمل عم بتمرن وكلهم محمسين لهالعروض. لما انعرضت أوبرا عنتر وعبلة يلي هي أول أوبرا باللغة العربية بالعالم، لقيت نجاح كتير كبير، لقيت صدى إيجابي بلبنان، أكان من الوسط الفني والأكاديمي أو حتى كمان من الصحافة ومن المشاهدين العاديين. إجمالاً عندنا فكرة بالعالم العربي أنه الأوبرا أو فن الأوبرا هو شيء كتير بعيد عن ثقافتنا وعن مجتمعنا، يمكن هذا الشيء صعب الناس تتفاعل معه لأنه اللغة مختلفة، ما بيفهموها، ما بيقدروا يتفاعلوا معه. فنحن هون جينا كسرنا هذا الحاجز، حاجز اللغة. فهلأ مطلق أي شخص بيتكلم وبيفهم اللغة العربية قادر يتمتع بهالفن اللي هو الأوبرا باللغة العربية ويتفاعل معها. وإجمالاً القضايا أو المواضيع اللي عم ننقيها هي مواضيع بتهم العالم العربي، طبعاً قصة عنتر وعبلة من هالقصص المهمة. أوبرا عنتر وعبلة مؤلفة حالياً من فريق بضم حوالي 120 شخص بين راقصين ومغنيين أوبراليين وكمان فرقة موسيقية. طبعا نحن هلا عم نحضر لاعمال اوبراليه جديده بنبقى بنعلن عنها بوقتها، وفريق عمل اوبرا لبنان بشكل عام بتراوح يعني بين ال 50 وال 120 شخص حسب كل اوبرا، حسب الحجم اللي نحن بدنا نقدم فيه العمل الاوبرالي. حط اجري قدام، اوكي؟ اجري قدام.